الجدل الذي أثاره هذا السؤال على مواقعنا التفاعلية تقريبا هو نفس الجدل المماثل الذي يدور في الحياة السياسية، والذي أطرافه مش بس أحزاب وقوى سياسية لكن كمان مواطنين عاديين، باعتبار أن الشارع المصري أصبح شارعا مسيسا بامتياز في الشهور الأخيرة. فما الذي أعاد هذا الجدل للسطح؟ ما الذي طرح هذا السؤال من الأصل؟ هل كان مطروح من الأساس بعد 30 يونيو؟ يعني مفهوم أن في بعض القوى السياسية ده كان أحد أسباب اعتراضاتها زي مصر القوية مثلا، لكن لماذا يطالب البعض بإجراء انتخابات رئاسية أولا، ولماذا لم يطرحوا ده وقت ما طرحت خارطة الطريق؟ سؤال وجدل وربما مناظرة، اسمحوا لي أن أطرحها على ضيفي على الهواء مباشرة. بأرحب في الاستوديو بالأستاذ جورج إسحاق، ناشط المعروف وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بجبهة الإنقاذ. أهلا أستاذ منى. أهلا، ربنا يخليك. أرحب أيضا بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب أنا عايز أعرف الأول إيه اللي أعاد هذا الجدل للحياة السياسية الآن؟ أبدأ بحضرتك. أنا بس عايز أستغل فرصة وجودي معك وأسمعك صوت من لا صوت له، حضرتك صاحب بيتي، لأن هذا البرنامج برنامج عزيز على قلبي. فأنا من حق إن أنا عندي أربع شكاوى من ناس الغلابة بتوع المصريين اللي ما لهمش صوت دول. أول حاجة، انت عارفة ان الصندوق اللي انشئ في مصر بالامارات هتعمل او تعيد بناء 1000 قرية. جميل، كويس. انا عندي 5 قرى في ناجي حمادي، وبقول بقى لاصحاب الصندوق الدكتور الاستاذ فاروق العقدة وهاني سريع الدين، عندك قرية ابو عموري وقرية البطحة وقرية العركي وقرية الدهسة وقرية نجع صفر. حد سمع الحاجات دي قبل كده؟ واحنا نقدرش. طيب. على اهل نجع. طيب. حمادي قريبنا وجنة. طيب. دول عندهم كهرباء ولا عندهم نور ولا عندهم تعليم ولا عندهم مركز شباب ولا عندهم اي حاجة. فانا بستنجد بالصندوق ان هو ايه. الحاجة التانية بقى، في الدستور الجديد اللي احنا بنناقشه في حق المواطنة وعدم التمييز واختيار الناس على اساس الكفاءة، هذا رجل يعني مراد مرقص، راجل طيار راح يشتغل اتدرب في امريكا وخد شهادات عاليه واجا يقدم، فالسيد وزير الطيران وانا عايز اشوفه او حد يتصل بيه او يقول لنا ايه الحكايه. هيكون ضيف ان شاء الله قريبا. بالظبط كده، انا هسلمك ده. الناس اللي عينهم هو بيقول لك ما فيش تعيينات. شبهه التمييز، يعني انا يا خايف من هذه شبهة التمييز لأنها شبهة ما يصحش إطلاقا. أدي كل الأوراق بتاعت الراجل اللي اتظلم ده، عايزين نشوف له حل. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها إنه إحنا عايزين نتكلم برضو في قانون التظاهر، لأنه الأستاذ نبيل معترض معايا على هذا. نحن مع تنظيم حق التظاهر. جميل. بس ممكن بقى نتكلم في خلينا نستبقي موضوع قانون حق. طيب. التظاهر وحضرتك. طيب. والأستاذ نبيل تشرفونا. طيب. مرة تانية حواليه، لكن الحقيقة. طيب. أنا بدوم أنا بشكرك أنك أتحتي لي الفرصة. لا، الحقيقة يعني أعتقد أن ده أهم من كل المناقشات السياسية. المظلومين. لا، ده المظلومين والظالمين. لما تتوقف هذه المظلوميات هيبقى ده أهم. لا، بس في مظلومة أخرى. مين؟ اللي هي شرق التفريعة. أنا شايف يعني خيبة تقيلة من هذه الحكومة إنها ما بتشوفش موضوع شرق التفريعة بشكل جيد. هنرجع تاني لإقليم قناة السويس. ما احنا بنقول لهم ما ينفعش. بص يا أستاذتي، إذا لم ننفذ شرق التفريعة قبل 2015 هيروح مننا المشروع، وحاطين دماغهم في الحيطة ويقول لك لا احنا هنعمل إقليم قناة السويس. أنا بقول اهو على الهواء ورايح بورسعيد يوم 23 وهقول للشعب البورسعيدي اقفوا ضد اي مشروع ما ينفذش ابدا. خدنا معاك ونسمع اصوات اهل بورسعيد كده. ونسمع ونعرف تفاصيل اكتر عن كده. احنا نيجي معاك. خدنا معاك. بشكرك. بشكرك انك اتحتي الفرصه. اسالي بقى. وانا بشكر حضرتك. وعلى كل الاحوال زي ما قلت لحضرتك ان ده الاهم من كل الموضوعات السياسيه. صحيح. لان هي دي السياسه اللي على الارض. صحيح. فعلا. صحيح. اللي هي في وسط الناس. ايه اللي رجع موضوع الانتخابات الرئاسيه الاول والانتخابات البرلمانيه الاول؟ وهخلي بقى الاستاذ نبيل زكي عشان حضرتك. لا انا خدت اتفضل. اهلا بيك. الاتجاه العام لدى الرأي العام هو الانتخابات الرئاسية أولا، للأسباب الآتية. أولا، في إحساس بأن الانتخابات الرئاسية أولا هي أقصر الطرق لتحقيق الاستقرار المنشود.
وأيضا لاختزال المرحلة الانتقالية، لأنه حسب حتى نص الدستور مادة 330 تلاحظ حضرتك أنه بيجي يقول لك أنه الانتخابات الأولانية في مدة بعد الدستور يعني لا تتجاوز 90 يوم. كويس، يعني 3 شهور. والانتخابات اللي بعدها في مدة لا تتجاوز 6 شهور. هذه مدة طويلة يعني لا يتحملها البلد إن إحنا كنا في مرحلة انتقالية فاشلة قبل كده. فعايزين مرحلة انتقالية ناجحة، وأحد معايير النجاح هو أن تختزل لأقصر وقت ممكن. يعني حضرتك بتؤيد فكرة أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا أو بالتوازي؟ في سبب تاني. لا، أولا. ثانيا لأن بالتوازي أنا مش عايز الناخب، يعني عايز أبسط الأمور بالنسبة له. واخد بال حضرتك؟ يعني الانتخابات الرئاسية غير البرلمانية. أيضا في سبب آخر موضوعي، إن حضرتك عارفة طبعا وفقا لتجاربنا على مدى السنين دائما الانتخابات البرلمانية بتعمل صراعات سياسية بين القوى السياسية والأحزاب، بينما الانتخابات الرئاسية ممكن توحد الأحزاب والقوى السياسية. أنا عايز أبدأ بالتوحيد ده قبل الصراعات، وبالتالي إذا في مصلحة مباشرة في الانتخابات الرئاسية تسبق البرلمانية، علاوة بقى على أن قدام العالم يبقى البلد لها رئيس منتخب، وبالتالي ده يساعد على أنه كل الشائعات وكل الأكاذيب اللي بتطلق على مصر بعد الثورة الكبيرة بتاعة 33 يونيو تسقط. طب السؤال المنطقي قبل حتى مناقشة الكلام اللي حضرتك قلته، لماذا لم تظهر هذه الدعاوى بعد 3 يوليو لما خريطة الطريق أعلنت بالطريقة وترتيب هذه الخطوات؟ ليه بصراحة؟ يعني تجربة المواطن مع الحكومة ما كانتش يعني إيجابية. يعني كان المواطن بيحلم بأنه يتحقق الأمن بسرعة، أنه المؤسسات الدولة تمشي بشكل منتظم، مطالب الجماهير يكون في استجابة ليها، يبقى في نوع من التوجه اللي يساعد الناس على ان هي تشعر ان بتجني ثمار 30 يونيو، علاوه على طبعا ثمار 25 ثوره 25 يناير. ما حصلش لاسباب عديده يطول شرحها، اما بسبب تقاعس حكومي او تردد حكومي او احساس الحكومه انها انتقاليه ومش عايزه تاخد قرارات جذريه. يعني هيك شائر على المطالبه دي هي ثمره ما يمكن ان نطلق عليه خيبه امل. أيوه. من اداء الحكومه. ايوه يعني. نقدر نقول كده لانه طبعا الوضع الطبيعي او الوضع حسب خريطه المستقبل انتخابات البرلمانيه اولا، ودي كان لها ميزه انه انت عارفه حسب تجاربنا السابقه كان دايما المصري بيبص للرئاسة على ان هي محور الكون. ان الرئيس ده صاحب القرار الاوحد. طب انت بتأكد الفكرة لو انت عملت انتخابات رئاسية مبكرة، يبقى انت بتأكد الفكرة انه اللي يقود البلد في المرحلة القادمة هو رئيس الدولة، يبقى احنا ما عملناش حاجة. لا، ما انا عايز اقول لك حاجة هنا. هو طبعا انا كنت اتمنى ان الانتخابات البرلمانية تكون الاول. ايه السبب؟ انه في تمزق، خلافات سياسية، حتى الموقف. طب يعني حضرتك كده أجملت مجموعة أسباب. عشان توحيد القوى السياسية لا تختلف في الانتخابات البرلمانية، لكن الاختلاف هيبقى أقل في الانتخابات الرئاسية. لإبداء صورة أكثر استقرارا للوطن سواء جوه أو بره. لفكرة إن محاولة إن مؤسسات الدولة هتستقر لما يكون في رئيس للبلد. طب أستاذ جورج إسحاق اللي هو بيرفض هذه المسألة وشايف إن الانتخابات البرلمانية هي. أولا الأستاذ عصام اسلامبولي طلع تصريح النهاردة إن ده مخالف، هيبقى فيه عوار لأنه خريطة الطريق بتقول البرلمان الأول ثم الرئاسة ثانيا. هذا الجدل جدل يجب أن يكون جدل مجتمعي كل الناس تشارك فيه. أنا شايف أنه فرصة أنه الشعب المصري بيفرز دلوقتي حاليا، عايزينه يفرز الأول في البرلمان ثم يفرز في الرئاسة. إزاي يشارك في المجتمع كله؟ إيه الآلية اللي المجتمع ممكن يشارك من خلالها دلوقتي؟ أن أنت بتفتح حوار مع منظمات المجتمع المدني كله، زي ما عملنا في كل قانون طلع قبل كده بنشارك فيه المجالس الحقوقية والمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب. لكن تجاربنا مع فكرة الحوار المجتمعي دي يا أستاذ جورج، ما ضروري تترسخ، ضروري تترسخ هذه الفكرة، ضروري تترسخ لأنها إيجابية. أنت عارفة أنت قفلتي على موضوع حق التظاهر. لا هنرجع له بس لا لا لا
لا بس عايز اقول لك، لا انا عايز اضرب مثل، لا انا عايز اضرب مثل بس، انه لو كان حصل حوار مجتمعي حوالين هذا، احنا مع تنظيم حق التظاهر، ما قال كنت في المجلس القومي لحقوق الانسان، معلش ما هو ما خدش حد خد بيه، لكن لانه انت لو كنت عملت حوار مجتمعي اوسع كنت وصلت الى نتيجه افضل. فحكايه الانتخابات الرئاسيه الاول ده يعني ضروري الاحزاب كلها تجتمع، يعني انا مش عارف، يعني انا مش عارف ايه حكايه تجزئه الناس، كل واحد يقابل واحد جنب الحيطه كده او في حته مستخبيه كده، ما تعمل قاعده كبيره جدا كده من كل القوى السياسيه. هل الاحزاب السياسيه بس؟ يعني في احزاب تانية، واسمح لي ان اشرك معايا الاستاذ حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي عبر الهاتف، هم شايفين ان احد ادوات الحوار المجتمعي زي ما حضرتك بتقولوا مش الحوار مع القوى السياسيه، فبيفكروا في فكره تانية وهي جمع توقيعات لاجل ان هو يكون الانتخابات الرئاسيه اولا. استاذ حسام، اولا نعرف الاول مدى دقه هذا الكلام، هل بالفعل التيار الشعبي بيطرح هذا الكلام على ارض الواقع، ولا هي فكره لا يزال يتم بحثها داخل التيار؟ مساء الخير يا استاذ منى، مساء الخير على استاذ جورج وعلى نبيل وعلى الجمهور جميعا. الخبر صحيح، احنا فعلا اعلنا منذ عده ايام ربما في مطلع هذا الاسبوع ان احنا بادئين حمله للحوار مع القوى السياسيه وحركات شبابيه وثوريه وشخصيات عامه لاصدار بيان جماعي يدعو المستشار عدلي منصور بصفته الرئيس المؤقت وصاحب سلطه اتخاذ القرار في هذه اللحظه في مساله تفكير انتخابات الرئاسه عقب الانتهاء من استفتاء الدستور وبما يسبق الانتخابات البرلمان. يعني المعنيين هنا هي التيارات السياسية ولا الشارع في جمع التوقيعات؟ لا، الأساس هو التوقيعات، القوى السياسية يعني والشخصيات العامة. ربما تتطور دي بعد كده مسألة توقيعات شعبية أو لا بحسب الوضع والتوقيت والاستجابة أيضا. لغاية دلوقتي تواصلتم مع مين، وإيه المواقف اللي حصلتم عليها أستاذ حسام؟ يعني خليني أقول لك إن مدخلنا لهذا الكلام كان إنه في قطاع كبير من القوى السياسية والشخصيات العامة والإعلامية وغيره في المرحلة الأخيرة كانوا بدأوا فعلا يطرحوا هذه الفكرة، وحقيقة إنه ده موقف مسبق للتيار الشعبي من لحظة إصدار الإعلان الدستوري. خلينا نتذكر إنه الدعوة الأساسية في 30 يونيو التي كان حركة التمرد تجمع عليها توقعات قبلها كانت دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وخلينا نتذكر انه خارطه الطريق اللي اعلنت يوم 3 يوليو على لسان السريع فتح السيسي كان فيها نص على انتخابات رئاسيه مبكره ولم يكن فيها ترتيب لانتخابات برلمانيه قبلها. واللي عمل هذا الجدل كان اصدار الاعلان الدستوري الذي تم بطريقه ما كانش فيها تشاور كافي مسبق مع الاطراف الشريكه في 30 يونيو. طب لماذا لم يتم الضغط ان يكون في خطوات انتقاليه يتم اقرارها في الدستور اللي هيتم الاستفتاء عليه بعد ايام، وكان ده ممكن يقفل باب هذا الجدل نهائيا؟ مظبوط، وهو الباب فعلا مفتوح لهذه المسألة الآن بالنص اللي تم تعديله في باب الأحكام الانتقالية اللي ترسل مفتوح لقرار المستشار عدلي منصور. لذلك احنا بنوجه هذا الخطاب والنداء الآن للمستشار عدلي منصور، لكن مش عايزين نقدمه بصفتنا التيار الشعبي المصري، بنقدمه باعتبارنا قطاع من القوى السياسية والشخصيات العامة اللي ستتفق على هذا المطلب للمستشار عدلي منصور. وحقيقة انه كثير من الأسباب اللي طرحها الأستاذ نبيل زكي محل اتفاق تماما وربما يضاف إليها ايضا. عايز بس الفت هنا لفكره انه الامر له علاقه بكثير مش بس بموقف مسبق، كمان بطبيعه الاوضاع الراهنه في مصر. والحقيقه انه وجود رئيس للجمهوريه منتخب هو بالتاكيد افضل من الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه، لانه في رئيس موجود ايضا مؤقت وهو كذلك في غياب مجلس الشعب، ورئيس الجمهوريه اللي هيجي ده في النهايه هيبقى محكوم بصلاحياته اللي موجوده في مشروع الدستور الحالي في الاستفتاء. فالامر مش ما يعني لا اظن انه في القلق المشروع الاستاذ جورج من فكره انه هيبقى رئيس عنده صلاحيات واسعه وهو المتحكم في الامور، لكن خلينا ندرك كمان انه طبيعه المجتمع المصري لن يرى انه في استقرار وسلطه جديده موجوده بمجرد انتخاب مجلس الشعب. طبيعه المجتمع بغض النظر عن افكارنا الطموحه في المستقبل هي بالاساس قائمه على فكره وجود رئيس مدني منتخب او رئيس منتخب في السلطه. هنا هتبدا لحظه البونه مش بمجرد وجود، يعني الحقيقه ان برضو في تخوف اخر مشروع مقابل، وهو ان وجود رئيس قد يؤثر بشكل من الاشكال على انتخابات البرلمان وعلى التوجهات السياسيه. خليك معايا استاذ حسام عبر الهاتف، هتوقف شويه امام بعض الاجابات اللي وصلتنا. احنا طرحنا هذا الموضوع للنقاش على صفحاتنا التفاعليه على تويتر والفيسبوك ولا زالت اجاباتكم بتتوالى. اشرف جامع كتب بيقول لابد من اجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه معا باي كيفيه. فادي كرم بيقول اعتقد انها يا ريت تكون بالتوازي. مصطفى محمد بيقول يا ريت تكون الانتخابات كلها في وقت واحد، رئاسيه وبرلمان ووزراء ومحافظين ومجلس محلي لتوفير اموال الدوله وماله.
فايزة كمال بتقول هذه أمور ينظمها الدستور الذي يحاط بالسرية ولا يجب أي فهلوة أو ضربة حظ أو زهر. انظر حولك وتعلم يا مصري بعد أن تعلمت منك الدنيا. ده كلام فايزة كمال. جون مكرم بيقول مصر أمنيا لا تحتمل أن تجري هذه الانتخابات في آن واحد، كما أعتقد أن عدد القضاء لن يكون كافي لتغطية وضبط كل محافظات الجمهورية. أعتقد أن الانتخابات البرلمانية أولا وتقسيم المحافظات إلى مراحل أسهل أمنيا وقضائيا، وسوف يمكننا من معرفة شكل كل البرلمان والأغلبية والأقلية قبل اختيار الرئيس وتشكيل الحكومة. الحقيقة أنا سعيدة جدا أن الجميع مندمج في هذا الجدل السياسي وبيطرح حجج واضح فيها كم التسييس في هذه المسائل. أنا بس عايز أعلق على اللي قاله حسام. حسام قال نقطة مهمة جدا، اللي هي الشراكة اللي احنا مفتقدينها. يعني الاعلان الدستوري ده لو كان حصل، مش احنا اللي عملنا، مش احنا كلنا مشاركين في ثورة 30 يونيو؟ لو كان الرئيس المؤقت عمل شراكة في قبل ما يعمل الاعلان الدستوري كان المسألة اختلفت. لو عمل شراكة زي ما حضرتك شايف زي ما حسام شايف، هل ده معناه ان كانت هتبقى الانتخابات الرئاسية اولا؟ لا انا ما بتكلمش على ايه النتائج، انا بتكلم على الاجراءات والخطوات. الشراكة والخطوات. الحاجة التانية انا بنصح حسام وهو ابني العزيز، يعني انه خلينا نتكلم على انتخابات رئاسيه مبكره او برلمانيه مبكره بعد الاستفتاء بتاع الدستور، لان دي تجربه مهمه جدا هنشوف فيها المشهد بكل تفاصيله، بعديها نقدر نتكلم على ده. الحاجه يعني حضرتك معترض على طرح هذا الموضوع للنقاش دلوقتي. الحاجه الثالثه اللي بيتكلم على الرئاسيه والبرلمانيه في نفس الوقت، الجستين ما ينفعش. هذا هزل في وقت الجد، يعني في اراء متفاوته. لا ما ينفعش، ما ينفعش ضروري نقول للناس ده ما ينفعش لوجستيا، ما ينفعش. فأنا دي ثلاث نقاط اللي أنا متفق معهم ومختلف فيهم مع طب قبل ما أسمع أستاذ رأي أستاذ نبيل في هذه النقاط، أنا عايز أنتقل إلى الشارع الذي طرحنا على عينة عشوائية منه نفس هذا السؤال ويشارك معنا في الجدل، وكانت هذه هي بعض الإجابات التي حصلنا عليها. نشاهد. نفسي بقول ان الانتخابات البرلمانيه قبل الرئاسيه، ان يعني البرلمان بيبقى فيه نواب شعب هم اللي بيقر الدستور اللي هنعمل عليه استفتاء، وهم اللي هيعملوا سلطات لرئيس الجمهوريه. فانا اعمل المجلس الشعبي الاول وبعد كده ابدا اعمل انتخابات رئاسيه. والله انا افضل البرلمانيه الاول، يعني بناء يتحضر يعني الناس اعضاء الشعب ينتخبوا على اساس وتبقى فيه ارضيه من الناس اللي هم الشعب انتخابهم، تبقى مسألة تعزيز لمسألة الرئاسة. شخصيا أنا أفضل الانتخابات الرئاسية الأول، لأن يعني حاسة البلد محتاجة الرئيس الأول. أنا شايف إن المفروض كان في الدستور يتحدد أي أنهي انتخابات أولا، الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، بس طالما اتحطينا في الموقف ده أنا شايف إن الانتخابات الرئاسية. في حد يمنع مرة زي دي كده بدون أساس؟ طيب الأساس الدولة إيه؟ الدستور، ثم مجلس الشعب التشريعي، ثم إيه؟ رئاسة الجمهورية. اقتراح أنا شفته من رأيي أنه ممكن يبقى كويس أن أنت تعمل الاثنين مع بعض، لأن لو عملت برلمان الأول مش هيقدر يدير بلد لوحده، لو عملت رئيس الأول مش هعرف يشرع قوانين لوحده، فإيه المانع أنك تعمل الاثنين مع بعض؟ مش شايف فيها أي مشكلة. أنا شايف أن البداية الأفضل تكون بالبرلمانيه ثم بعد كده رئاسيه، لان نبدا بالتقيل الاول، لان لو التقيل خلص وعدى الخير بيبقى من السهل ان احنا نقدر نعمل انتخابات يعني رئاسيه في ظل استقرار ومناخ مستقر الى حد ما. والله انا ليا راي تاني مخالف خالص، ان يبقى البرلمانيه مع الانتخابات الرئاسيه يا ريت يبقوا في يوم واحد ووقت واحد علشان نخلص والبلد تستقر. إذن مشاهدينا كما لاحظتم الآراء اللي هي عينة عشوائية غير معبرة عن الرأي العام، لكنها آراء من شاهدناهم، بتنقسم إلى ثلاث آراء، ويمكن ده اللي يكون معبر عن الجدل في الشارع. الرئاسية الأول ولا البرلمانية الأول ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض هذا قرار لا يتوقف فقط على الإرادة السياسية، لكنه هناك عوامل أخرى مش إحنا اللي نفتي فيها، عوامل لها علاقة بالجستيات زي ما الأستاذ جورج قال، بمدى الاستعداد، عدد اللجان، عدد القضاء، القدرة على تأمينها. لكن ما بين هذين الرأيين أستاذ نبيل زكي، هل ترى أن هذا جدل مرشح للتصاعد؟ هل ليه لازمة؟ هل ممكن أنه يكون مؤثر؟ يعني بعض الناس شايفين أن استدعاء الجدل ده دلوقتي هيربك عملية سياسية يعني إحنا بنحاول أن إحنا يعني نزق فيها عشان توصل لمحطتها الأخيرة. وده صحيح. هو المشكلة في مصر النهاردة أنه يعني بفتكر كلام الخليفة عمر بن الخطاب
إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم من العمل. إحنا دايما إيه عايز بنبحث عن موضوع نختلف حواليه، سواء نظام الانتخابات أو الرئاسة أولا أو البرلمانية أولا. أنا بتفق مع حضرتك في نقطة جوهرية، وهنا يمكن نقطة اتفاق مع الأستاذ جورج هايد، اللي هي إيه؟ إنه الآن وقت الحديث عن الدستور، شرح مواده، تعبئة الجماهير لفهمه إلى آخره. دي قضية رئيسية، بعد كده بقى ناقش رئاسية أو برلمانية. ولكن هنا بقى في نقطتين عايز أركز عليهم. نمرة واحد، إنه تقصير المرحلة الانتقالية، لأنه وفقا للمشروع الدستور المطروح على الأمة للتصويت ممتد إلى شهر ثم ست أشهر ثم احنا كان تقريبا على نهاية سنة 2014 هيكون عندنا وزير الخارجية قال في الصيف، وهذا صعب، لا يمكن احتمال فترة انتقالية أخرى بهذه الفترة الزمنية الطويلة، استحالة. وبالتالي يجب اختصار المرحلة الانتقالية سواء البرلمانية أولا أو الرئاسية أولا. طب يعني اختصار المرحلة الانتقالية هيجي بعد كده انتخابات الرئاسية بكل زخمها، هيظهر مرشحين بعضهم عرفنا هو مين وبعضهم لسه ما عرفناش مش مترشحش، هيقول ما خدتش وقتي الكافي للدعاية، ما قدرتش ان انا يعني اعمل دعاية في انا شايف انه استعجال مش اي معنى. لا 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 لا، هنا موضوع يعني مش هيجي واحد مثلا ما حدش يعرف اسمه خالص وهيجي رشح نفسه. ما حصلش في المره اللي فاتت يا فندم، لا 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 معلش، المره ما حصلش، ظهر الناس ظهر ناس ما حدش كان يعرفهم وقال ان هم مرشحين. انا بختلف مع حضرتك، انا رايي انه العالم كله يترقب المرحله الانتقاليه في مصر، ولما سمعوا ان لجنه الدستور خلصت من وضع الدستور يا قالوا يا ده مصر تسير على الطريق الصحيح كويس والطريق اللي المؤدي الى الاستقرار. فدي مساله أساسية، إنه أنا ما أقدرش أستنى لآخر سنة 14، ده كلام استحالة. خليني أتوقف عند نقطة الاتفاق وخاصة. اتفضل. إيه اللي يبرر الرئاسية أولا؟ رئيس الجمهورية الحالي رجل عظيم، رجل حق وعدل ونزاهة، ورجل دولة لا جدال في هذا، ورجل محترم، لكن هو بيتعفف عن التدخل. يعني هو سايب الحكومة تشتغل ولا تدخل في عمله، والحكومة حضرتك عارفة انتقادات الناس ليها. ده السبب يمكن في ان فكرة الانتخابات الرئاسية اولا تطرح. في اخيرا بقى نقطة جوهرية، ان هي انا في رأيي سواء برلمانية اولا او رئاسية اولا، المدخل لكل ده حاجة واحدة، الامن. اذا ما فيش امن لا في استفتاء على الدستور ولا برلمانية ولا رئاسية، لازم خلال المرحلة الجاية ننجز هدف رئيسي هو المدخل لإقامة المؤسسات ومقاومات نظام الحكم أو النظام السياسي تكتمل، وبالتالي ننهي المرحلة. جميل. عشان النقطة اللي حضرتك اتفقت فيها حضرتك والأستاذ جورج هي فكرة التوقيت، إن الأفضل الآن الحشد للدستور. واسمحوا لي أن أشرك معي الأستاذ حسام مؤنس، لازال معنا على الهاتف المتحدث باسم التيار الشعبي. هل طرح الجدل وفكرة التوقيعات اللي بيتحدث عنها التيار ممكن أنها تكون خصم أو تشتيت من معركة هي مفترض أنها حاسمة دلوقتي، هي الحشد للدستور سواء بنعم أو لا، والآراء المختلفة وشرح الدستور للناس؟ يعني اسمح لي يا استاذ منى انه ما فيش خلاف على انه الاولويه الان للاستعداد للاستفتاء على الدستور، لكن ربما لا اتفق تماما مع الاستاذ جورج ومع الاستاذ نبيل في مساله عدم طرح هذا الامر الان، لانه الجدل قد يكون جدل مفيد وقد يكون جدل مضر. في رايي ان هذا جدل مفيد بالتاكيد، كي لا يترك القرار فقط لصاحب القرار في النهايه. ودي ده الغلطه اللي اظن ان احنا قد نكون وقعنا فيها في المرحله اللي فاتت، انه ما كانش فيه مبادره مسبقه باتجاه الاوضاع اللي موجوده دلوقتي. احنا بنحاول نعمله الان ان يبقى في كتل سياسيه واضحه عندها راي واضح واصل لصاحب القرار قبل ما يتخذ قرار. اظن انه لا يؤثر ابدا على مساله توحد الصفوف والاستعداد الاولويه لنفسه. نعم، لكن البعض ممكن يشوف ان حتى الترتيبات الانتقاليه اللي جايه في الدستور ممكن انها ما تكونش بتادي للنتيجه، او يحصل نوع من الخلط او تشتيت الانتباه. هو الحقيقة ما فيش أي نص في المشروع بتاع الدستور الحالي بيقول لا الانتخابات الرئاسية أولا ولا الانتخابات البرلمانية أولا. مزبوط. ربما بالعكس، ربما يستند في بعض الأمور من حيث المنطق إنه فتح الباب في 230 معناها إنه يكون في اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وإلا كان بقى كما هو. ربما أيضا ينظر للمادة 162 اللي بتنص على إنه ده تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء وانتخاب مجلس نواب
طبعا الاصدقائي لانتخاب رئيس الجمهوريه ربما ايضا يكون نص يؤكد صحه وجهه نظرنا من الناحيه الدستوريه، لكن احنا بنطرح الامر بمنطق سياسي وبمنطق له علاقه بالوضع الموجود الان في مصر، وبرضه منطق له علاقه بما كان متفقا عليه او كان هدفا رئيسيا مع بدايه موجه 30 يونيو. حسام، بس انا عايز اقول لحسام ان انت شايف المشهد عامل ازاي في مصر دلوقتي حاليا؟ احنا لو فتحنا باب الجدل في هذا الموضوع هنشتت جهودنا. احنا دلوقتي دورنا ودور التيار الشعبي، وانا بحييه على ادواره الكتيره جدا، ان احنا نحشد لهذا الاستحقاق. حسام الاستحقاق مش سهل، يعني ما تاخدوش فور جرانتد يا حسام. اللي بيقول لك هناخد 80 و90 والكلام الفارغ ده كلام مش مظبوط. انت عايز تعمل حشد فعلا لهذا الاستحقاق، فاحنا مش عايزين نشتت الجهود. يعني او تشتت مواقف القوس. اذا انت حسام عايز تعمل حوارات غير معلنه، بعد اذنك منى، بعد اذنك يا استاذ جر، انا لا اعرض ابدا لاي تشتيت الصفوف ولا اعتبر اختلاف الصحي في وجهات النظر. كذلك موقفنا من مساله الدستور واضح، مشاركتنا في الدعوه للاستفتاء والتصويت واضح، ماشي واضح، ولن يؤثر راينا في ذلك ابدا على هذا الجهد اللي هنبذله مع كل الاطراف الوطنيه اللي موجوده في البلد بالتاكيد. لكن بقول انه ربما نكتشف ان الوقت قد فات اذا تركنا استفتاء الدستور يمر قبل ما نعرض وجهه نظرنا في ترتيب المرحله المقبل. وانا بشكرك الاستاذ حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي، كنت معنا على الهاتف. وبسال هنا سؤال فني واجرائي، من صاحب القرار اصلا؟ يعني اذا حتى هذا الجدل مين اللي هيحسمه؟ مين صاحب القرار؟ رئيس الجمهوريه باي طريقه؟ الاعلان الدستوري، الماده 230 تنص على ان رئيس الجمهوريه يختار. اه طبعا، يا الرئاسيه يا البرلمانيه. طب امبارح صدر تصريح بالفعل على لسان المستشار القانوني لرئيس الجمهوريه، نفى فيه ان في اي حوارات حوالين اجراء الانتخابات الان. الحوارات بالضبط، بس ما نفاش الفكره. هل ده يعني ان المساله اصبحت مستبعده من الحوار في داخل الرئاسه؟ لا دلوقتي. لا، هو نفى ليه بقى؟ لان في احدى الصحف نشرت ايوه انه يجري حوار مع رئاسه الجمهوريه، وان ما معناه ان الرئاسه بتميل الان ذلك الى الرئاسيه. اولا هذا الخبر لم يكن صحيحا، هو ده دور المتحدث عشان يخرج من هذا المنزلق. زي ما قال حسام كده، يحصل شراكه كل القوى السياسيه التي شاركت في 30 يونيو. تحالف 30 يونيو المفروض انه طبعا يعني انه يتشاركوا ويقولوا وجهه نظرهم، واحنا طبعا بما ان احنا ناس مفروض ان احنا ناس ديمقراطيين هنخضع لراي الاغلبيه. لكن ان حد ينفرد برايه ويقول انا عايز اعمل ده الاول وده يقول انا عايز اعمل، لا، نتفق بشراكه حقيقيه وشراكة عشان ما نخش في هذا الـ 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 النفق المظلم يعني، ونبتدي الناس تقول لك رئاسية وناس تقول لك برلمانية وكده، وتحصل شراكة حقيقية. هذا المبدأ مبدأ مهم جدا، وعايزين نأكده، لأن زمن الإخوان كانوا نتكلم على المغالبة ولا المشاركة، فيقول لك المشاركة، فلما جم استولوا على السلطة بقت المغالبة. فاحنا مش عايزين المغالبه ترجع تاني، ضروري يبقى في شراكه حقيقيه. طب بصراحه في اعلان دستوري بصراحه كده، وحضرتك راجل صريح، بعيدا عن الكلام اللي بيتقال على الساحه واللي فيه اسباب منطقيه ووجيهه لاي من الطرفين، هل وراء ذلك ما وراءه في مواقف القوى السياسيه المختلفه؟ هل اجراء الانتخابات الرئاسيه قبل او بعد سيصب في مصلحة بعض المرشحين أو هيحرم مرشحين من فرص بعينها، وأن ممكن يكون هذا هو الأصل في الحوار الدائر؟ أنا يعني عندي شبهة هذا، لكن ما عنديش يقين. يعني عندي خلينا نحلل بمنطق التحليل. عندي شبهة ده، عندي شبهة التحليل ده. بدليل أن احنا في جبهة الإنقاذ لم نرشح أحد بعد، ولم نتناقش في هذا الأمر بعد، والاجتماع القادم هيبقى الموضوعين دول هم دول المطروحين. مين المرشحين اللي انتوا هتناقشوهم في الاجتماع القادم؟ محدش تقدم لغايه دلوقتي خالص، يعني حتى حمدين صديقنا العزيز قال هذا لم يطرح في جبهه الانقاذ. الكلام اللي اتقال على السيد عمرو موسى برضه لم يطرح في جبهه الانقاذ. هذه تقولات، وانه في انقسام داخل جبهه الانقاذ، ما الناس بتقول اي كلام صراحه. ربنا مش الناس بتقول يا فندم قياديين في جبهه الانقاذ هم اللي بيطلعوا بيقولوا تصريحات؟ مين هم دول القياديين؟ هو اي واحد ماشي في الشارع هيبقى قيادي في جبهه الانقاذ؟ مش في متحدث رسمي؟ مش في عزازي متحدث رسمي وفي غيره يعني في ناس مسؤولين على انه يطلع يعني كلام معقول ومتفق عليه. لم يحصل انقسام، لم يعرض احد. ده احنا الاخر جلسه كان مطروح ان احنا عايزين نحدد مين هو المرشح وعشان نمشي وراه، فكل الناس الاعضاء قالوا لسه بدري على الكلام ده. لم يحدث هذا. جميل، لم يحدث هذا. وانا عايز اطرح السؤال نفسه على الاستاذ نبيل زكي، واعرف في تحليله بقى كمحلل سياسي هنا، هل ممكن يكون هذا الجدل وراءه حاجه في نفس اكتر من يعقوب؟ لا، انا في تقديري ما فيش في نفس يعقوب حاجه،
أنا في تقدير السبب أنا يعقوب فيهم. ده يعقوب نفسه موجود في الحكاية. بس يعني أنا بفترض النوايا يعني العادية الطيبة. السبب المباشر يا أستاذ في أن هذا طيبة الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة. يعني الطريق الوحيد اللي يؤدي. السبب المباشر أن المواطن والأحزاب والقوى السياسية كلها تشعر من في خلل في المرحلة الانتقالية. إيه سبب الخلل؟ انتقادات موجهة للحكومة أنها لم توفر الأمن حتى الآن. منذ ثورة 30 يونيو والمواطن يحلم بالعودة إلى الحقبة. كلام جميل. أنا بسأل حضرتك بموقع المحلل السياسي، إجراء الانتخابات الرئاسية أولا هل سيصب في مصلحة مرشحين بعينهم؟ ولا إجراء الانتخابات البرلمانية أولا هل سيصب في مصلحة مرشحين آخرين؟ لا هقول لك حاجة بسرعة. ما الذي يجري في الكواليس؟ احنا عايزين نعرف شراكة. لا شوفي، المواطن بيبحث عن وجوه جديدة كويس، ويمكن عنده عقدة من الانتخابات الرئاسية، الجولة الأولى الانتخابات الرئاسية لما كان فيه مرشحين كتير. وانا سمعت من المواطنين عادين بيقولوا ايه، طب ما هم اللي جابوا لنا محمد مرسي ليه يا استاذ؟ يقول لك ما هم فتتوا الاصوات. صحيح صحيح. يعني لو كان مرشح واحد، شوفي هو خد كام؟ 5 مليون في الجوله الاولى، الباقيين واخدين 14 مليون تقريبا. برضو حضرتك ما جاوبتنيش، احنا لو عملنا ورقه وقلم كده وعملنا بفكره الحسابات الاحصائيه، لو تم اجراء الانتخابات الرئاسيه اولا في شهر ابريل المقبل، مفترض الانتخابات البرلمانيه هيكون موعدها ابريل وفق الترتيبات اللي حضرتك ذكرتها، لو استبدلنا هل في مرشحين من حتى اسمهم في بتتداول على البورصه؟ ما فيش مرشح بعينه تم لسه قال انا هترشح، هيبقى فرصه أعلى وممكن تقل لو تأخرت الانتخابات أو العكس؟ أنا في تقديري في ذهن الناس أو الأسماء اللي بتتمنى ترشح لن تتأثر بالتبكير موعد الانتخابات الرئاسية أو تأخر. حضرتك موافق على الكلام ده أستاذ جورج؟ لا، أنا شخصيا عايز أرقب تجربة الاستفتاء، ومن خلال تجربة الاستفتاء أقدر أقول رأيي. قبل كده ما اقدرش لان الجو العام محتقن ومحتدم، وفي يعني ناس ضد الاستفتاء وفي ناس مع الاستفتاء. هنشوف الصورة هتتضح بعد الاستفتاء. نبتدي بقى نتكلم على المرحلة الثانية، هل هو انتخابات رئاسية ولا برلمانية، ولا ومين المرشح ومين اللي اثبت وجوده في المرحلة بتاعة الاستفتاء. كل دي عوامل مهمة جدا هتحدد حاجات كتيرة جدا. الحقيقة ان في عامل مهم في سواء بالاستفتاء او حتى بالانتخابات الثانية. استاذ نبيل اتفضل. انا متفائل، يعني برضو دي نقطة خلاف معك. انا متفائل جدا بالنسبة لنتيجة الاستفتاء، متوقع متفائل. بس ما تديش كريدت عالي كده يا استاذ نبيل، نعمل معروف. اصبر علي اتفضل. الملايين اللي نزلت يا استاذة في 30 يونيو و26 يونيو هتنزل. ليه؟ لان في اسباب ادعى للتصويت، الرغبه في الاستقرار، الرغبه في لقمه العيش. نتمنى. هل يعني البعض شايف ان الاستفتاء اللي جاي ده مش هيبقى على الدستور؟ وخاصه ان في الشهور اللي فاتت دي منذ يونيو ويوليو الناس ابتعدت اكتر عن تيار يعتدي على المواطنين. انت لسه عارضه دلوقتي جنازه ساق وموظف المنصوره. يعني شفت هتاف الجماهير، يعني العاديه دول مواطنين عاديين. انا بعتقد ان هذه الاحداث، الاعتداء على الطلبه وتعطيل الدراسه وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، سيؤدي الى اعداد اكبر. مش ممكن يحصل العكس، الناس تخاف تحس انها او تفقد الامل؟ طب ما هنزل انتخابات كتيره قبل كده. انت دلوقتي نكشتيني في نقطه انا ما كنتش عايز اتكلم فيها، بس انا ايه دلوقتي اتكلم. الناس هتخاف تنزل في حاله واحده. الاعلام بيلعب دور انا في رايي مش ايجابي. ازاي؟ هقول لحضرتك. انا بتلقى والله يا استاذه في اليوم تليفون، عشرات التليفونات. الاخوان قالوا ان هم هيعملوا كذا يوم الجمعه، وهيقطعوا الطرق، وهيعملوا مسيرات في الاماكن، وهيسووا الهوايل. انا في رايي اخطاء اعلاميه، انا طبعا مع حريه يعني ما اقدرش احكم الخبر، يعني تكون سياسي، ولكن هنا بقى المساله عايزه توجيه، عايزه وعي اكتر، ان انا احط الخبر بطريقه ما تخليش الناس تخاف تنزل الاستفتاء. ليه بقى؟ لان دلوقتي لما بتيجي وهتحصل تفجيرات وهينسفوا وبيحضروا عشان يوم الاستفتاء كذا، طب المواطن العادي يخاف؟ انا عايز المواطن العادي ما يخافش، لو ما خافش هينزل بكثافه.
واحنا رافعين شعار ده. هل الخوف العامل الوحيد اللي ممكن يبقى فيه رافعين شعار 80-80 80-80 يعني 80-80 استاذه 80% من المصوتين ينزلوا يشاركوا و80% يقولوا نعم. استاذه انا رايي طب ماشي انا رايي رايي الشخصي انه الاهتمام بالاخوان اكتر من اللازم وتوقعات بيقول لك بكره هنعمل ايه بكره هم بيتكلموا كده شوف الجزيره وبتاع بص بكره هنعمل ايه. انا رايي الشخصي ان الناس تنساهم تماما وتنزل بكثافه شديده جدا أيوة تقول رايها يا يا لا يا اي حاجه بس تنزل بكثافه عاليه جدا حتى نثبت للعالم ان احنا عملنا انجاز هايل. وانا شخصيا بقول للناس ما تخافوش لانه الخوف اللي عامله الرعب اللي عامله الاعلام بالكلام الكتير اللي بيتقال يعني في حدود المعقول لو احنا يعني ننساهم فتره كده يعملوا اللي هم عاوزينه. هل الخوف هو العامل الوحيد اللي ممكن يكون طرف فيه نزول وعدم النزول؟ يعني بعض الناس شايفه ان الناس ممكن تنزل لاسباب تانية انها هي عايزه تاكد ان نزولها او ان نعم للدستور هي نعم لخارطه الطريق وده مش هيكون في ظلم للدستور وان لا هتكون لا لخارطه الطريق. هل الامر محطوط في الزاويه فعلا؟ انا رايي ان الاعلانات التي نشرت في الشوارع اعلانات خايبه وملهاش اي قيمه. اللي يقول نعم يقول 30 وبتاع انت بتتكلم على استحقاق استحقاق دستوري. يعني انت عملت دستور عليه توافق صحيح ما فيش دستور في الدنيا 100% الناس موافقه عليه. عندنا خلافات كتيره في هذا الدستور ولكن زي ما قال نبيل ان الناس في شوق كبير جدا للاستقرار. انا اعتقد انه لو اقر هذا الدستور هيحصل استقرار بنسبه 50% ده هيساعد الامن وهيساعد الوزاره الخايبه اللي احنا عايشين في وسطها دي وهيساعد كل الناس. نتمنى. أنا بشكر حضراتكم على هذا الحوار. بشكر الأستاذ جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بجبهة الإنقاذ. بشكر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. الشكر موصول للأستاذ حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي. ومشاهدينا الدنيا برد جدا بكرة ولا برد نص ونص ولا برد لدرجة التجمد؟ هل هتكون في عاصفة ثلجية؟ يعني تحذيرات الأرصاد وتقليلها من شأن موجة البرد القادمة لم يفلح في طمأنة مخاوف الكثيرين على طريقة اللي ينفخ في أو اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. فبدأت الاستعدادات المبكرة لعاصفة جديدة بعد عاصفة جاءت على غير توقع أو حتى مع توقعات لم تؤخذ على محمل الجد. كاميرا مصر في يوم دارت في الشوارع ونقلت لنا كيف يستعد الناس لموجة برد جديدة في بكرة يوم. نتمنى ان هو يكون افضل واكثر دفئا. القاكم فيه واحمل لكم تحيات زملائي وتحياتي منى سلمان واترككم مع هذه الجولة في شوارع القاهرة التي تستعد للبرد. هذه المرة لن نؤخذ على حين غفلة، هكذا قرر المصريون بعد معاناتهم طقسا لم يعتادوه في موجة البرد التي ضربت البلاد الجمعة الماضية، ولكنهم الآن يعدون عدتهم لاستقبال الموجة الثانية المتوقعة الأربعاء القادم. والله حاجة بتاعت ربنا بقى، يعني ممكن تيجي وممكن ما تجيش. هي على العموم الأرصاد الجوية ساعات كده وساعات كده. بدأنا نجمع فلوس من بعضنا من أهالينا من أصحابنا وبننزل نشتري بطاطين بنوزعها على الناس اللي نايمة في الشارع، لأن سمعنا أن في 2 ماتوا من شدة البرد اللي كان موجود. الحكومة كمان حتى الأيام دي يعني الضعف اللي احنا شايفينه في كل حاجة، حتى في أزمة المية اللي حصلت، حتى في الأمطار ما كانش في بلعات جاهزة، ما كانش في استعداد، وكأن الشتاء ده جاي فجأة ما فيش استعداد أصلا. عادي جدا يعني، بس يعني يبقى القعدة في البيت أفضل الحلول نظرا لوجود الأطفال والكلام ده. ربك رب العطا بيبعت البرد على قد الغطا، بس اللي نام في بطاطين اللي هي اللي انت عارفاها مش عارف بقول لك جايه منين، من اوروبا ولا من سويسرا، دي بنامس ارتعش. احنا الحمد لله في ناس نايمه في الشوارع متغطيه ولا مغزى بكرتونه. بالرغم من تناقل مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا حول شده البروده في الموجه القادمه التي توقع البعض ان تنخفض فيها درجات الحراره في بعض مناطق مصر الى تحت الصفر، فان خبراء الارصاد يؤكدون عكس ذلك. الكلام ده مش مظبوط، بل المظبوط الجو فيه مزيد من الاعتدال ومزيد من التحسن، والناس تخرج تمارس كل الأنشطة اليومية بتاعتها بكل أمان، ما فيش حاجة. ما ننساش ان احنا لا يفصلنا عن فصل الشتاء سوى 4 أيام، فشيء طبيعي جدا خلال هذا التوقيت من العام ان يكون الجو بارد أثناء النهار
وشديد البرودة أثناء الليل. لكن طمأنة الخبراء ربما لن تقلل من قلق المصريين واستعداداتهم. عشان انت مصري العذاب بيناديك، بتبدأ في يومك حاجات بترزيك، في نومك في قومك تعكنن عليك، تضايقك ولسه العماص في عينيك، مفيش مية صابونة تشطف ايديك، وجسمك ملزق وريحتك عديك، فتلبس وتنزل وفيك اللي فيك ورايح لشغلك محتاج مواصلة. البعض يقول أن مصر ليست مستعدة للديمقراطية، فهل تكون أيضا ليست مستعدة للشتاء؟ قد تحمل الأيام القادمة إجابة على هذا التساؤل مع موجة برد جديدة تتضارب الأقوال حول شدتها. هبة الحسيني، قناة دريم.